السلام عليكم. البنتاغون يكشف تفاصيل مشاركة حاملات طائرات ومدمرة أمريكية وبريطانيا في صد أكبر هجوم حوثي. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الأربعاء شن هجوم من المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون من اليمن باتجاه الممرات الملاحية الدولية التي تعبرها عشرات السفن التجارية. وقالت القيادة في بيان لها: تم إسقاط 18 طائرة بدون طيار من طراز أوا، وصاروخين كروس مضادين للسفن، وصاروخ باليستي واحد مضاد للسفن من خلال جهد مشترك لطائرات F-18 من USS داويت من إيزنهاور، USS جرالف، USS لابون، USS مايسون والمملكة المتحدة. وأكد البنتاغون أن هذا هو الهجوم 26 للحوثيون على الممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وفي 3 يناير أصدرت 14 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة بيانا مشتركا جاء فيه أن الحوثيين سوف يتحملون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي أو التدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة. ويصوت مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء على مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، ويطالبهم بوقف الهجمات وتحرير ناقلة جالاكسي ليدر المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، والتي استولوا عليها في 19 نوفمبر الماضي وتم اقتيادها إلى الساحل اليمني تضامنا مع الفصائل الفلسطينية ومع القضية الفلسطينية في مواجهة العملية العسكرية الصهيونية على قطاع غزة. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.